بعثة المدققين التابعين لدائني اليونان أترويكا أجبروا على تأجيل اجتماعهم مع وزير النقل بعد أن اقتحم موظفو القطاع العام مقر الوزارة ليعتصموا داخله. ممثلو ترويكا الذين عادوا إلى أثرين للتدقيق في حسابات اليونان لم يتمكنوا البارحة من عقد اجتماعهم في وزارة المالية، حيث استقبلهم موظفون احتلوا المكان احتجاجا على إجراءات التقشف الجديدة. نحن لم نتلقى رواتبنا منذ شهر حزيران، دفعوا لنا راتب مايو فقط، ومع سياسة خفض الأجور سيخصمون من رواتبنا 400 يورو شهريا. لقد عملت لمدة 10 سنوات للحصول على 1000 يورو في الشهر، الآن أنا أحصل على 600 يورو فقط، كيف يمكنني أن أعيش بهذا المرتب؟ وفي ظل هذا التوتر استأنف ممثلو ترويكا المحادثات مع المسؤولين اليونانيين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة لعام 2012 ولمناقشة الإجراءات التقشفية التي اشترطتها الجهات الدائنة لتقديم الدفعة الثانية من المساعدات المالية لليونان.